في الربيع كما في جميع الفصول يجب علينا مساعدة الآخرين وألا نرفضها، ففي وقت الصعاب قد نحتاج إلى تلك المساعدة. إلى اليمين بوم! لا! إلى اليسار! لا خلفك! توقف واهي! لا أسماك كثيرة هنا وأنت تخيفها! هاي! هيا! دعه يساعدك يا بوم بما أنه عرض الأمر عليك! أجل! لا تقلق، أنا لن أكل سمكتك، إنها مخلوقات محرشفة بشعة. ولكنه فصل الربيع واستيقظت للتو وأنا أشعر بالجوع الشديد. أنت جائع؟ انتظر قليلا وسترى، سأصطاد لك سمكة. هيا واهي، أريه مهارة السنجاب. يا أصدقائي، اصطياد السمك كما تعرفون يتطلب الصبر فقط. أعتقد أننا سنتسلى. والصمت أيضاً. ها هي أمسكت بواحدة. لحناً لا تعضني بوم، فطعمي ليس لذيذاً. لا يحتاج الدب إلى سنجاب ليصطاد له، وبالتأكيد ليس واهي. انسى أمر بوم يا واهي، عندما يشعر بالجوع تصبح طباعه سيئة للغاية. لما لا تأتي لتلعب معنا؟ لن أنسى ما فعلت بوم، إياك أن تطلب أي خدمة مني. جائع جائع جائع، إنهم لا يفهمون، ليسوا مضطرين ليناموا طوال فترة الشتاء. يا لطيف يا لطيف، كم أشعر بالجوع. هيا أيتها السمكات، ولكن أين أنت؟ انتهى فصل الشتاء. انتبه جيدا مانجي. هيا انظروا، ها هو عم بوم. الدبابة جميعها متشابهة، يبدو جائعا مثل ابن أخيه. تغضب الدبابة عندما تختفي الأسماك. لو كنت مكانك لعرضت المساعدة، واثق أنه سيقبل. هذا ما تعتقده؟ لكن الدبابة لا تحتاج إلى السناجب لتصطاد. انظروا، إنه الدب الشجاع. هذا أمر غريب، الدب الشجاع منعزل، فهو لا ينزل من جبله إلا لسبب وجيه. ربما هو جائع أيضا. ارحل من هنا، أنت الآن في منطقتي، اصطاد السمك في مكان آخر، لا يوجد ما يكفي لنا نحن الاثنين. يا ويلي يا ويلي، ماتوا، ليس سعيدا أبدا. لا، ليس سعيدا أبدا. أرجوك هيا يا ماتو، تعلم جيدا أن الدب الشجاع لم يتعدى على منطقة أحد من قبل، إنه يحاول إخبارك شيئا. لا بأس بذلك تاتونكا، لقد فهم الأمر. على أي حال، ليس هناك ما يجب أن نتعلمه من دب آخر. أنا متأكد من أن الدب الشجاع كان يريد إعلامه بشيء ما. هل رأيتم هذا؟ خطوة بعد وكاد ماتو أن يقضي على الدب الشجاع. هكذا. من الآن وصاعدا يمكنكم مناداتي بالسنجاب الشجاع. بل السنجاب الجبان، هذا أفضل. هيا بنا نسبح وتوقف عن هذه التفاهات. لا يتلقى السنجاب الشجاع الأوامر من أحد. طفح الكيل، يجب أن ألتقط سمكة وحالا. النجدة النجدة النجدة. بوم بوم، هيا أسرعوا أسرعوا. Boom!
هو شأنه. توقف ماتو، فهو لم يؤذه. قلت لك أن تدع هو شأنه. لا بأس عمي، فأنا لم أصب بأذى. عد إلى هنا، سألقنك درسا كي لا تقترب من عائلتي. توقف، قلت لك لم أصب بأذى، بل بالعكس أنقذني. يجب أن نوقفهما عن القتال. أسرع كالرياح، ساعد السنجاب الشجاع ليضع حدا لهذا الخلاف. توقف واهي، ليس الوقت وقت تسلية. غريب، يبدو أن الدب الشجاع يريد أن يلحق به ماتو. ماتو، ماذا يفعل الآن؟ من هنا، إنها طريق مختصرة. أسرع بوم، يحتاج أخي الدب الشجاع إلى مساعدتي. ألن تتوقف عن التفوه بالحماقات؟ انظر إلى هذا. أنت لا تثير اهتمامي، ستندم لأنك هاجمت بوم. هيا اهدأ ماتو. لا لا، لن يكون الأمر جميلا. مهلا يا أصدقائي، يا أصدقائي. اصمت واهي، ليس الوقت مناسبا. عمي اسمعني، الدب الشجاع هو. لا دخل لك في الأمر بوم. ماتو توقف، فالدب الشجاع لا يريد إيذائك، بل يريد مساعدتك في العثور على السمك. ماذا؟ نهر مليء بالسمك؟ هذا صحيح، وأخطأت عندما اعتقدت أنه يعضني، كان ينقذني. أنا حقا آسف، لقد أسأت الفهم. اعتقدت أن هذين الاثنين سيقضيان على بعضهما البعض. لديكما الكثير من الأكل الآن، صحيح بوم؟ بالطبع، هذا إن تمكنت من اصطياد سمكة. صحيح، كنت أنسى أني أتذور جوعا مع كل هذه الجلبة. أنت ما بك تتحرك هكذا؟ ما بي أنا؟ لا أحد هنا يستمع إلى السنجاب الشجاع. أنا أيضا رأيت السمك وقبل أي أحد، ولكن السنجاب الشجاع سيصفح عنك بوم، حتى إني سأساعدك على اصطياد السمك. سبق أن قلت لك لا تحتاج الدبابة إلى السناجب لتصطاد لها، هل فهمت؟ اهدأ يا بوم وتصرف كما تصرف عمك، ولا ترفض يد المساعدة، ففي الأوقات العصيبة قد تحتاج إليها. أجل تتونكا. ممتاز، هيا لنصطاد. إيا النجدة، أنا أغرق. كيف تستعد الدببة للسبات؟ في نهاية فصل الصيف تبدأ الطبيعة بالتحضير لقدوم فصل الشتاء القارس، وبينما يقل الطعام بسبب برودة الطقس تبدأ الدبابة بالاستعداد للسبات. تدخل الدبابة مثل الدب الأشيب مرحلة تناول الطعام بنهم، ما يعني أنها تبدأ بتخزين الطعام ليساعدها على اجتياز مرحلة السبات، ولكن على نقيض الحيوانات الأخرى مثل السنجاب التي تخزن طعامها في عرينها، تقوم الدبابة بتخزين الغذاء على شكل دهن في الجسم، وبإمكانها تناول آلاف حبات التوت يوميا. وحالما تجهز ويبدأ تساقط الثلج، تعود الدبابة إلى جحورها لتنام، وخلال سباتها العميق يقوم جسمها باستهلاك الطاقة الاحتياطية إلى حلول فصل الربيع.
إن السبات ظاهرة طبيعية مدهشة وتحصل في مناطق حيث النبات متوافر بشكل كبير، لتتمكن الدبابة من التحضير لتلك الفترة العصيبة. لحسن الحظ أن السهول الكبيرة مليئة بمختلف أنواع الغذاء. انضموا إلينا في المرة المقبلة لتكتشفوا المزيد عن عالم تاتونكا. Shoujao